مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير لكم ليكزارسيس دابليكاسيون بالنسبه للموديول ديال لي شانتيوناج اي استيماسيون. من بعد داك الحصه ما درت لكم لو كور ديال لا ميثود دي ماكسيموم دو فريسامبلونس او ام في اللي هي الشابتر 5 ديال اخر شابتر. اليوم غندير لكم اخر سيونس اللي هي ديال اكزارسيس دابليكاسيون. بطبيعه الحال هاد ليكزارسيس غنحاول نقسمو سوا دو بارتي سوا تخوا بارتي على حسب واش نكملو ولا لا باش ما يجيش الفيديو طويل. دونك مي قبل ما نبدا لكم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نحاول نقرا لكم ليكزارسيس و تقطعوا الفيديو تكتبوا ليكزارسيس عندكم فوق من بعد عاد تكملوا الفيديو معايا باش تتبعوا معايا في لا كوريكسيون. سا فو دير غادي نيفاسي هادشي باش ندير لكم لا كوريكسيون سي سا. مي غنعطيكم الاسئله اللي كتطرحوا في الجور دو ليكزام. فليكزارسيس ديما كيتحط على هذا الشكل كيعطيك واحد لا فونكسيون اف اكس كيمات كيعطيك واحد لا فونكسيون كتدرس عليها هاد الاسئله. لا فونكسيون كتكون بدلالات اكس يعني يقول لك دائما كتكون على هذا الشكل كيعطيها لك على شكل لامه كيقول لك لا فونكسيون اف اكس غتكون كتساوي اكس اس 3 على 6 تي اس 4 فوا اكس بونونسيال اس ناقص اكس سور تي سي الا كانت اكس ستريكتومون سوبيريور ا 0 يعني كانت سوا واحد جوج جيسكا لانفيني المهم تكون اكس بوزيتيف كبر من زيرو. وكيقول لك لا فونكسيون اف اكس كتساوي صفر سي الا كانت اكس انفيريور او ايتيغال ا زيرو يعني الا كانت اكس كتساوي زيرو ولا اكس صغر من زيرو. كاين بعض البروف اللي ما كيديروكش هادي كيقول لك يعني لا فونكسيون اف اكس غتكون كتساوي هادي سي اكس ستريكتومون سوبيريور ا زيرو وكيقول لك لا فونكسيون اكس اف اكس غتكون كتساوي زيرو سي نو يعني كيقول لك سي نو. اش كتعني داك سي نو؟ كاين اللي كيقول ايور كاين لو بروف كيقولو اوترومون لا ميم شوز. هاد سي نو كتعني هو العكس يعني ملي كتكون اكس ماشي كبر من زيرو يعني اكس غتكون صغر من زيرو ولا ما كانش كبر من زيرو غتكون صغر او يساوي زيرو يعني العكس ديال هاد المجال سي سا. اش كتعني اكس ستريكتومون سوبيريور ا زيرو يعني اكس ابارتيا كتنتمي لانترفال زيرو بلوس لانفيني وهادي يعني الا كانت اكس كتنتمي زيرو بلوس انفيني راه لا فونكسيون تكون كتساوي هادي الا كانت اكس نابارتيان با يعني ما كتنتميش لذاك زيرو بلوس انفيني هادي تكون لا فونكسيون اف اكس ايتيغال زيرو. هادي هي المعنى ديال سينو هادي اول حاجه خاصكم تعرفوها في لا فونكسيون. كيجي ديما كيعطيك ليسبيرونس ديال اكس اذا ليسبيرونس ديال اكس كيقول لك باغ اكزومبل هي 4 تي وكيعطيك لا فاريونس ديال اكس هي 4 تي او كاري. ديجا انا قلت لكم في هاد لا ميثود خاصكم اوبليجي اول حاجه تعرفوها هي البارامتر ديال ماكسيموم دو فريسامبلونس واخا في لي دوني هاد ليكزارسيس ما يقولكش البارامتر هو هذا خاصك انت تفهمو تكون عارفو باش انطلاقا من داك البارامتر ديال الماكسيموم تعرف تدرس عليه لا فونكسيون. حيت الا ما عرفتيش هاد البارامتر ديال الماكسيموم ما تعرفش تدرس عليه هاد لي كيستيون. فباين حيت هنا في الفونكسيون تقول عندي اكس هاد 6 بعد المرات لي بروف ما كيحددوهاش كشيفر يقدر يجي يعوض لك هاد 6 هي ابارتي ا اف ب ا بواحد الفاريابل ا او بواحد الفاريابل تيتا او بواحد الفاريابل جاما وانت ما تعرفش ويجي ويعطيك هنا تي وما تفرقش انت ما بين البارامتر واش البارامتر يكون هو ا ولا يكون هو تي. دونك في اتونسيون انا هنا راني عطيت لكم حدد 6 كاين بعض البروف اللي ما كيعطيوش بيان سور الفونكسيون ماشي اوبليجا تعطى هادي ضروري كيعطيك هنايا واحد الفونكسيون دلالة اكس وكيضرب هاك في الاكسبونونسيال هذا ضروري غادي تلقاو الاكسبونونسيال في لا فونكسيون سي سا كيعطيوها ديما. مي انطو بالكم هاد 6 يقدر ما يعطيهاكش البروف 6 يعطيها لك تيتا فما غاديش تعرف تفرق ما بين البارامتر. باش كتعرف البارامتر انطلاقا من اسبيرونس فالاسبيرونس اكس عطاها لك هنا بدلالة كوا دلالة تي شوف هي 4 فوا تي هنا لا فاريونس لاحظ هي 4 فوا تي او كاري اذا هنا باين انطلاقا من ليسبيرونس ولا فاريونس انا عرفت بان البارامتر ديال الماكسيموم دو فريسونبلونس هو تي. هذه اول حاجه باش نزيد نعرفو بالاسئله اصلا في السؤال هو السؤال اللي شنو قال لك قال لك مونتري كو تي شابو اذا البارامتر هو تي انا عرفت بان البارامتر هو تي حتى في السؤال هو زاد عطاه لك اذا كيقول لك مونتري كو تي شابو هذا هو اول سؤال est un estimateur du maximum de vraisemblance de T. يعني هادي تبين بأن تي شابو est un ENV de T. هادي أول حاجة.
Il a bien un t-shirt est un estimateur du maximum de vraisemblance de tes boîtes, sauf en quatre étapes. Les petits en plus court, les clients ont le souhait de s'aimer. Les rois a montré que un t-shirt est un estimateur sans billet de thé. Il y a des paramètres. Il y a souhait de s'aimer a montré que un t-shirt est convergent car il est consistant. Au soal akhir qui est pas fait exam, ou à montrer que tes chapeaux est un estimateur efficace de thé. Fait la canche, tes chapeaux est un estimateur du maximum de vraisemblance, mais une cliniche montrée à deuxième question, troisième ou quatrième. Obligé à ce qu'on ERV, mais une cliniche montrée à les autres questions. Donc, il y a une chose à vous montrer comme soal ou elle, c'est toi chez Chouya. والحصة الجاية نجاوب لكم على السؤال الثاني والثالث وغابة سو قبل ما تبداو معايا لا كوريكسيون حاولوا تكتبوا هذا الشيء فوق باش تتبعوا معايا وتعرفوني منين جبت هذا الشيء حيت انمسحو نخلي غير لا فونكسيون بوحدها اذا نجاوب على لي كيسيون ديالي ونبدا بالسؤال الاول اذا ديما كيتعطى ليكزام على هذا الشكل يعني ديما كيتعطى على هذا الشكل لا ريبونس كنتمنى ما يكونش مضبط لا ريبونس اذا الريبونس اول حاجه غادي نديرو ايتاب 1 سافو دير باش نبينوها تي شابو ايتا استيماتور دو ماكسيموم خاصني ندير 4 ايتاب وانا نعطيهم لكم في الكور نرجعو للكور لي طاب الاول خاصني نلقى واحد الفونكسيون او واحد البرودوي يعني ال اكس سافو دير لا فونكسيون دلالات اكس و تي يعني البارامتر ديال الماكسيموم اللي هو تي ها هو ها راه باين سي سا لي هو برودوي يعني على شكل بروفي دو فونكسيون يعني شنو كيسمي هاد الاكس تي غو تكون في الكون هو البروفي كنغزلو بهاد العلامه اي ايتيغالا ان اي ايتيغالا ا ديال لا فونكسيون اف اكس اش كيعني هاد البروفي عندي لا سون وكاين هاد لا سون كيعني هو البلوس يعني هو المجموع وهاد البروفي كيعني هو الجداء فوا يعني في سي سا دونك فهنا غادي ندير الجداء ديال هاد لا فونكسيون هادي هي ليطاب الاولى اللي خاصني ندير اذا كي كندير الجداء اذا كنجي جيسبيغ يكون كيبان لكم غادي ندير البروفي بي فوا ونكتب لا فونكسيون ديال اكس اس 3 على 6 فوا تي اس 7 سي سا فوا ليكسبونونسييل ا لا بويسونس موان اكس سور تي اذا كندير الجداء هنا الجداء صافي دابا نفرق كل وحده بوحدها والجداء كيتنقل يعني نقدر نسبق بهذه نسبق بهذه اللي بغيت اذا كتساوي يعني ردوا بالكم عفاكم فهموا باش من بعد اي فونكسيون لقيتوها سواء في ليكزام سواء نتوما خلقتوها من عندكم تعرفوا تتعاملوا معاها فالله يعطيكم الصحه تبعوا معايا في هادشي اللي كندير حيت مهم اذا غادي ندير الجداء ديال كل وحده يعني غندير البروفي ديال اكس اس 3 فوا بعدا قبل ما ندير البروفي ديال كل وحده غادي نجي وغادي نفرق هاد لا فونكسيون يعني هادي قلت لك الجوده كيتنقل اكس على 6 في اس 4 الا فككتها تولي اكس اس 3 في 1 على 6 ياك في 1 على تي اس 4 يعني غير فرقتها ها هي غير فرقتها الجوده هي اكس اس 3 على 6 تي اس 4 غير هادي رديتها 1 على 6 في 1 على تي اس 4 يعني غير فرقت الجوده و كنخلي ليكسبونونسيال اس ناقص اكس سور تي سي سا من بعد غادي ندير البروفي ديال كل وحده يعني غندير البروفي ديال اكس اس 3 يعني الجداء ديال مثلا جوج 3 في 4 في 5 يعني كنفرقها جوج بوحده في 3 بوحده في 4 بوحده اي ان سي دو سويت دونك غادي نجي ندير هي البروفي ديال اكس اس 3 فوا البروفي ديال 1 على 6 فوا البروفي ديال 1 على تي اس 4 فوا البروفي ديال ليكسبونونسيال اس ناقص اكس على تي يعني غير داك البروفي قسمته فقط كيف المجموع كنقسمو لا سون ديال اكس بلس ايغريك هي لا سون ديال اكس بلس لا سون ديال ايغريك هكا بالنسبه للجداء حتى هو غير كنقسمو دونك كنمسح هادشي باش نكمل لا كوريكسيون دونك شنو كندير هنايا البروفي ديال اكس اس 3 الجداء ديالو غنخليه ما عندي ما ندير به اذا ان اكس تي ياك هي البروفي ديال اكس اس 3 غنخليها
إذا نقول البروفي ديال 1 على 6، هاد 1 على 6 هي 6 أس ناقص 1، يعني نقلب 1 على 6، هاد 6 هي أس 1 هي 6، إذا 1 على 6 أس 1 نقلب ديالها هي 6 أس ناقص 1، يعني غادي ندير البروفي ديال 6 أس ناقص 1، يعني درت غير نقلب، 1 على تي أس 4 يعني نقلب ديالها هي تي أس ناقص 4، يعني فوا الجداء ديال تي أس ناقص 4. فوا البروفيل ديال ليكسبونونسيال على بويسونس موان اكس سور تي. هاكا الجداء كدير له، يعني إلا فهمت غير هاد لافونكسيون، أي فونكسيون تعطات لكم ما تعرفوا تجاوبوا عليها. داكوغ دونك استسمح فات بوان هنا. دونك إيتيكال، غادي ندير البروفيل ديال اكس أوس 3، غنخليه. إذا شنو هو الجداء ديال 6 أوس ناقص 1؟ هو 6 أوس ناقص 1 في 6 أوس ناقص 1 في 6 أس ناقص 1 إن فوا، يعني كتعاود إن مرة. إذا في المجموع شنو كندير؟ ملي كنقول مثلا إكس زائد إكس زائد زائد إكس، كنقول هادي إن فوا، يعني كنقبض إن ونضربها في إكس، اللي هي لاسوم ديال إكس، هي إن فوا إكس. بالنسبة للجداء، ملي كندير إكس فوا إكس فوا فوا إكس وكندير إن فوا، شنو كتولي؟ كتولي إكس أس إن. يعني الجداء كنض ديك ان ما كنهبطهاش هنا، كنديرها في الاس. دونك في اتونسيون في هذه المساله كنضها في الاس. دونك هذه قاعده في المجموع، يعني ان فوا كتعني ان فوا اكس، مي في الجداء ان فوا كتعني هذيك اكس اس، يعني داك ان ما كنهبطهاش هنا كنطلعها في الاس. سي سا. دونك ف 6 اس ناقص 1 فوا فوا ان فوا هي 6 اس ناقص ان، 6 أس ناقص إن فوا لا ميم شوز تي أس ناقص 4 في تي أس ناقص 4 في كتعاود كونستونت، يعني إن فوا هي تي أس ناقص 4 في إن، هي تي أس ناقص 4 إن، تي أس ناقص 4 إن. سي سا. أو كندير البروفي ديال إكسبونونسيال على لا بويسونس موان إكس سور تي. دونك هاد ليكسبونسيال أس ناقص إكس سور تي الجداء ديالها هي إكسبونسيال أس ناقص إكس على تي فوا إكسبونسيال أس ناقص إكس على تي فوا فوا. شنو هي ليكسبونسيال؟ كاين واحد القاعدة كتقول ليكسبونسيال ديال أ فوا بي، شنو هي؟ هي ليكسبونسيال ديال أ زائد ليكسبونسيال ديال بي، هادي قاعدة ديال ليكسبونسيال. إذا لا ميم شوز، فليكسبونسيال أس ناقص إكس سور تي فوا ليكسبونسيال أس إكس ناقص تي فوا ليكسبونونسيال كنجمعها هنا غني لا هنا ليكسبونونسيال تو بالكم فيها كاينه ليكسبونونسيال ديال ا بلس بي راني قلبتها ليكسبونونسيال ديال ا بلس بي هي ليكسبونونسيال ديال ا فوا ليكسبونونسيال ديال بي دونك ليكسبونونسيال ديال ا فوا ليكسبونونسيال ديال بي هي ليكسبونونسيال ديال ا بلس بي هذه قاعده قريتوها في ليكسبونونسيال دونك هي غنديروها هنايا فانا الجداء الى درنا اكس ناقص اكس على تي في اكس اس ناقص اكس على تي دونك هذه تاهي ان فوا هي اكس ليكسبونونسيال اس ناقص اكس سور تي بلس ناقص اكس سور تي بلس بلس ناقص اكس سور تي هذا غندير بحال اكسبونونسيال اس ا فوا ليكسبونونسيال اس بي هي ليكسبونونسيال اس ا بلس بي هي غادي نديروها هنايا دونك غادي نديروها ديال البروفيل ديال اكس اس 3 سي سا فوا 6 أس ناقص إن فوا تي أس ناقص 4 إن فوا ليكسبونونسيال فوا فوا يعني كتولي ليكسبونونسيال أس ناقص إكس سور تي بلوس كنجمعو هادي حيت ليكسبونونسيال ديال أ بلوس بي هي ليكسبونونسيال ديال أ فوا ليكسبونونسيال ديال بي إذا هنا الجداء كنجمع الأس نا زائد زائد ناقص إكس سور تي وهادي كونستونت إلا لاحظتو إذا هاد الأس كيولي إن فوا يعني ان فوا ديال المجموع ديال ناقص اكس سور تي بلس بلس ان فوا هي ان فوا اكس سور تي هي لاسون ديال اكس اي سور تي دونك هادشي غادي ندير هنايا جيسبيغ يكون هادشي مفهوم وما نكونش زربت عليكم دونك نكملو إذا البروفي هنا ديال إكس أس 3 غنخليو هادي 6 أس ناقص إن هنا تي أس ناقص 4 إن ياك وهادي غادي ندير إكسبونونسيال أس هذا قلنا المجموع ديال ناقص إكس سور تي بلس بلس إن فوا هي إن فوا هي ناقص إن فوا إكس
على بي يعني ان فوا اون ان هي لا صوم دونك هي لا صوم ديال اكس اي سي سا اذا كتساوي هي البروفي ديال اكس اوس 3 فوا 6 اوس ناقص ان فوا تي اوس ناقص 4 ان فوا كوا ليكسبونسيال اوس ناقص لا صوم ديال اكس اي سور بي سي سا يعني ان كنعطي لا صوم على ناقص كنخرجها و ان ها هي لا صوم وهذه اكس ولا اكس اي لا ميم شوز على تي سي سا واش تي كومبري هذا الجداء يعني هذه باش كدير الجداء غير على الاقل طبقنا هنايا هو هذه ان تكونوا عارفين بان ليكسبونسيال ديال ا فوا ليكسبونسيال ديال بي هي ليكسبونسيال ديال ا بلس بي هذه خاصكم تكونوا عارفينها هذه الاولى والثانيه تكونوا عارفين بان مثلا اكس زائد زائد اكس بالمجموع يعني ان فوا هي ان فوا اكس حفظوها هكا بالنسبة للناس الأدب بالنسبة للناس العلماء هاي يفهموها ومني كيكون جوداء فوا 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 إن فوا يعني كونستانت إن فوا يعني إن فوا كتعود إن مرة يعني جوج في جوج في جوج هي إن في جوج يعني شحال جوج نعاود من مرة مثلا جوج في جوج في جوج ثلاثة المرات يعني إن تكون هي ثلاثة ثلاثة في جوج سي سا ولا مجموع جوج زائد جوج زائد زائد جوج مثلا جوج زائد جوج زائد جوج ثلاثة المرات هي ثلاثة في جوج واش تي كومبخي بالنسبة للمجموع جوج مثلا هذا جوج زائد جوج زائد جوج هي معاودة 3 فوا يعني 3 فوا فعاودت ان فوا كتولي 3 فوا هي 3 فوا 2 هي 3 فوا 2 يعني ان فوا هاهي ان فوا اكس مي في الجوداء مي كتكون 2 فوا 2 فوا 2 كتعاود ان فوا يعني هي جوج اوس ان يعني جوج اوس 3 كتولي هي جوج اوس 3 سا فو دير ان فوا سي سا مزيان دونك هادشي يطبق لنا في ليكسبونسيال يعني ما دانا والو كانني طبقت العلاقه دونك نكملو اذا هذا الجوداء نقلوه هذا ايطاب الاولى سالينا ها ليطاب الاولى غندوزو ليطاب الثانيه ايطاب 2 دونك ايتاب 2 غادي نديرو لوغاريتم العشاري غادي ديجا درت هادشي في الكون خاصكم ديجا تكونوا هذا ديال اي اكس تي اللي هي لوغاريتم العشاري ديال البروفي ديال الجداء اللي درت اذا الجداء اللي لقيت شنو هو اذا انتيغال كندير لوغاريتم كندخل عليه لوغاريتم ديال بروفي اكس على بويسونس 3 فوا 6 اوس ناقص ان فوا تي اوس ناقص 4 ان fois quoi l'exponentiel à la puissance moins x i sur t c'est ça sur t donc à dire on dirait logarithme ou on a dit comme logarithme de a fois b ou logarithme de a plus logarithme de b c'est un jouda يعني لوغاريتم هذا بحال ديال ا فوا بي يعني هو لوغاريتم ديال ا بلس لوغاريتم ديال بي سواء نفنقوه غتولي لوغاريتم ديال بي على بوسونس اكس اوس 3 يعني يكفي انكم تطبقوا غير على قد المعط يعني بلس لوغاريتم ديال 6 اوس ناقص ان بلس لوغاريتم ديال تي اوس ناقص 4 ان بلس لوغاريتم ديال اكسبونونسيال ناقص لا صوم اكس اي سور تي دونك لوغاريتم ديال بي اكس اوس 3 ما عندي بها غرض نخليها هكاك هذه ديما نخليوها هكاك ديال اكس ما تقيسوش فيها بلس هذه واحد القاعده راكم غتكونوا عارفينها ديال لوغاريتم ديال ا اوس ان وانا قلتها لكم داك الحصه في الكور لوغاريتم ديال ا اوس ان هي ان فوا لوغاريتم ديال ا يعني هذه هي لوغاريتم ديال ا هي 6 اوس ان ها هي نهبط هاد الاوس دائما في اللوغ ديال واحد العدد اس واحد الحاجه الاس كله كنهبطو على اللوغ هو ناقص ان كنهبطو كامل اللي هو الاس وكنضربو في اللوغاريتم ديال داك العدد 6 حفظوها هكا بهاد الطريقه منين يكون اس لوغاريتم ديال تي اس لا ميم شوز كندير زائد كنهبط الاس كامل هو ناقص 4 ان كامل وكنضربو في اللوغاريتم ديال هذاك تي سي سا اللي هنايا وكندير زائد هذه واحد القاعدة عاوتاني ملي تكون الان مع الاكسبونونسيال يعني لوغاريتم مع الاكسبونونسيال كتمشي لوغاريتم مع الاكسبونونسيال كتمشي كتبقى غير هاد الاس يعني ملي تبقى لوغ مع الاكسبونونسيال كيبقى غير الاس بوحدو يعني غيبقى غير ناقص لا صوم اكس اي سيغ تي فجيسبيغ كو تكونوا فهمتوا صافي هاد الشيء هاد العلاقات اللي قلت لكم راكم قريتوها في الماط
إذن سي سا غادي ندخلو غير ناقص هنا هو لوغ ديال بي إكس 3 زائد ناقص كتولي ناقص إن لوغ 6 هنا ناقص 4 إن لوغ تي وهنا ناقص لاصونك إكس إي سوغ بي سي سا وهذا هو اللوغاريتم ودابا الإيطاب الثالثة غادي ندير لها لا ديغيفي اشتقاق ديال هاد الدالة هادي هي الإيطاب الثالثة دونك غنخلي هاد التالي هاد النتيجة اللي لقيت بقاو تحبسوا الفيديو تنقدوا لا كوريكسيون عاد تكملوا معايا شتي انا مشكلة هادي طارت السبوع وما يمكنليش دابا نقطع الفيديو كنتمنى يبان لكم هادشي واخا السبوع طالعة انا ما كنديرش المونتاج دونك هادشي اللي كنديرو راني كنحطو لكم سو ايطاب ثلاثة المهم تشوفوا غير لا كوريكسيون واخا السبوع طايره با غراف دونك ايتاب 3 كنديروا لا ديريفي الشقاق ديال هذه اللي لقينا يعني غادي نديروا لا ديريفي هكا لوغاريتم ان اكس تي على لا ديريفي ديال تي برومي اللي كتساوي صفر منها القى تي شابو شحال كتساوي يعني ندير لا ديريفي ديال هذه اذا لا ديريفي اوبليجي خاصكم تكونوا عارفينها يعني غادي ندير لوغاريتم ديال بي اكس 3 ناقص n log 6 ناقص 4n log t ناقص لا سوم اكس اي سور تي الكل بريم كنديرو الشقاق اذا شويه الشقاق هنا ديال اف بلس جي او اف موان جي هي اف بريم موان جي بريم يعني كل وحده يعني بحال هكا لا فونكسيون اف موان لا فونكسيون جي موان لا فونكسيون اش موان لا فونكسيون غاما بريم يعني كل فونكسيون غادي نديرو لها لا ديريفي ديالها اذا في لا ديريفي اوبليجي خاصكم تكونوا عارفين البارامتر اللي كتخدموا عليه حيت عليه كدير لا ديريفي دونك انا قلت لا ديريفي ديال لوغاريتم ديال ال اكس تي ديال برودوي على لا ديريفي تي يعني لا ديريفي ديرها على تي يعني تي هو الفاريابل شي اخر كله كونستانت ولا ديريفي ديال ا يعني لا ديريفي ديال كونستانت هي صفر لا ديريفي ديال كونستانت كتكون صفر سي سا فا نقول لك شنو هو دونك شنو هو الشقاق ديال لوغاريتم ديال بي اكس اس 3 تقول واش هاد لوغاريتم ديال بي اكس 3 فيها تي فيها داك البارامتر واش كاين هنا شي تي ما كايناش اذا لا ديريفي ديالها صفر مشات لا ديريفي ديالها صفر ناقص ان لوغ 6 واش هادي فيها شي تي ما كايناش اذا انت هادي زيرو لا ديريفي ديال كونستانت صفر تاعنا كونستانت ولكن هذه ناقص 4 ان فوا لوغ تي بريم واش هذه فيها تي بيان سور كو فيها ها هي اذا ندير عليها الشقاق اذا هادو شكون لي كونستانت هنا شكون لي فاريابل داك البارامتر هو لي فاريابل هو تي وهذا الشيء كونستانت موان 4 ان فوا لوغ كونستانت وشنو هو لا ديريفي ديال ا فوا اكس يعني ا اللي هو الكونستانت فوا الفاريابل اكس يعني هو ا فوا اكس بريم او ا فوا لا فونكسيون انا ديجا قلتها لكم يعني قلت لكم الفا فوا اف الكل بريم الفا فوا اف الكل بريم هو الفا فوا اف بريم يعني الفا كنخليها ما كنديرلاش ما ديريفي و اف هو اللي كنديرو بريم سو هادشي اللي غادي ندير موان 4 ان لوغ غنخليها ما عندي فيها والو و تي هي اللي عندي لا و تي اللي عندي لا ديريفي و تي داخله في اللوغ يعني اللوغ تي هي اللي غادي ندير لها لا ديريفي يعني موان 4 ان تكون كونستانت اذا ات ايغال يعني هذه 0 0 مشات كتبقى هي ناقص 4 ان فوا لوغ تي بريم وشو ال ان ديال اي لا ديريفي هي اي بريم سو اي العلاقه ديالكم ديجا شفتوها في الباك يعني لوغ ديال او اكس بريم هي اي بريم اكس على او اكس يعني وفين هي انا عندي تي يعني غادي ندير لوغ ديال تي لا ديريفي ديالها هي تي بريم سو تي سي سا يعني تي بريم او اكس بريم لا ديريفي ديالها هي واحد راني ديجا قلت لكم في العلاقه داك الحصه هي واحد على تي اذا هنا درت الاولى وهذه حتى هي واش فيها تي وي اذا حتى هذه غادي ندير عليها لا ديريفي اذا ناقص لا سوم اكس اي كونستانت يعني نخرج على الجداء يعني عندي ناقص لا سوم اكس اي فوا ان سور تي هو اللي غادي ندير له لا ديريفي ان سور تي ولا نديرو لا ديريفي و ان سور تي على شكل ياش هذا راه فونكسيون فاريابل على شكل ان سور جي الكل بريم وشنو قلت لكم العلاقه ديال ان سور جي بريم كنديرو لها هي ناقص لا ديريفي ديالها هي ناقص
جي بريم على جي او كاري موان جي بريم سوغ جي او كاري سو هادشي غادي نديرو هنايا يعني غادي ندير ايت ايكال هادي ناقص 4 ان فوا تي بريم هي واحد يعني فوا واحد على تي سي سا ناقص لا سوم ديال اكس اي فوا ان سوغ تي بريم هي ناقص تي بريم على تي او كاري هذا موان جي بريم على جي او كاري يعني ناقص تي بريم هي ناقص واحد على تي او كاري هي ناقص واحد على تي اس اي 2 يعني كنطبق العلاقات غير ديال الشقاق سي سا اذا قلنا في هذه شنو غادي تكون كتساوي لي ناقص 4 ان سور تي ياك ناقص مع ناقص كتولي بلوس زائد لا سوم ديال اكس اي ها هي في الجوده سور تي او كاري حيت ناقص ناقص كتولي زائد يعني كتولي بلوس لا سوم دي اكس اي في واحد هي لا سوم اكس اي سور تي او كاري وهنا لقيت لا ديريفي بروميير بيان سور غادي كتساوي زيرو سافي دير هاد الشقاق اللي درتو كله بخير غا خاصو يكون كيساوي صفر يعني هادي كتساوي صفر دونك هادي كتساوي صفر انطلاقا من هاد العلاقة خاصني نلقى تي شابو اذا نلقى تي شابو هنايا ها هي اذا الا كانت هذه كتساوي زيرو فانا نرد هذه هنا كاين معادله يعني ناقص 4 ان سور تي ناقص 4 ان سور تي كتساوي ناقص زائد كتولي هنا ناقص لا سوم اكس اي سور تي او كاري والناقص كتمشي مع الناقص دونك شحال كتبقى يعني كوريسبون يعني 4 ان سور تي شحال كتساوي لا سوم ديال اكس اي سور تي او كاري وهنا كندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين يعني غادي نديرو 4 ان فوا تي او كاري فوا تي او كاري هادي في هادي كتساوي هادي في هادي 4 ان فوا تي هادي في هادي 4 ان فوا تي او كاري كتساوي هادي في هادي يعني جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين دونك غادي نديرو هادي في هادي كتساوي لا سوم فوا تي كتساوي لا سوم اكس اي فوا تي سي سا اذا هنا شنو غادي ندير خاصني نلقى تي دونك غادي نلقى هنايا تي ولا شنو ندير نوحد كاع المقام هو الاول باش تجيني كاع ساهله نوحد المقام حسن يعني ندير هادي في هادي زائد هادي في هادي على تي في تي اس اثنان نوحد المقام عاد نخرج تي هادي كاع حسن نوحد المقام حسن باش تجيني ساهلة حيت الناس اللي عندهم أدب ما يفهموش هاد الطريقة اللي غادي نعطي فنوحد المقام باش تفهمو كاملين الناس الأدب شوية يعني ما كيعرفوش يلعبو بديك الجودة الطرفين يسمو الجودة الوسطين وعاين دوخو دونك غادي نوحد المقام حسن لقينا ناقص 4 ان على تي ياك بلوس لاسون اكس اي سور تي او كاري ايتيكال ا زيرو شنو غادي ديرو باش يكون ساهله توحيد القام ديما كتجي كتقبض هاد البسط كتضربو في المقام هذا وكدير هاد الاشاره اللي هي زائد وكتقبض عاوتاني هاد البسط في الثاني وتضربو في المقام الاول وكدير على وتضرب في المقام الاول في المقام الثاني يعني وكتجيكم ساهله كوريسبون يعني ناقص 4 ان فوا تي او كاري زائد لا سوم اكس اي فوا تي ديما ديرو هكا حيت بالنسبه لادم ما يعرفوش هاد ديال جدا الطرفين يساوي جدا الوسطين ويدوخو تي فوا تي اس 3 فوا تي اس 2 هي تي اس 3 هي يعني قلت لكم دائما ا اس في ا اس يعني ا اس ان هنا بحال نطبقو ا اس ان في ا اس ام هي ا اس ان زائد ام هي لا نطبقها يعني تي في تي اس 2 هي تي اس 1 زائد 2 هي تي اس 3 باش عاوتاني صحاب الاداب يعرفوا منين جبت هادي سي سا مزيان دونك انا كنخدم معاكم بشويه باش الناس بالاداب يفهموني حتى هما حتى هما كاينين غير الايكونومي دونك غادي نجي شنو غادي ندير عاد دابا هنايا قلت لكم ديروا جوج الطرفين يساوي جوج الوسطين تجيكم ساهله غادي ندير هنا هاد زيرو بحال مقسومه على واحد يعني غادي ندير هاد البسط في واحد يساوي يعني قلت لكم الاشاره ديال يساوي صفر في تي اس 3 هكا غادي ندير يعني كوريسبون غنقبض هاد البسط ناقص 4 ان تي او كاري زائد لا سوم اكس اي فوا تي غنضربو في واحد هو نفسه
كيساوي صفة في تي أس 3. شو صفة في شي حاجة؟ هو صفة، يعني هذا كيساوي صفة. دونك في أتونسيون، الهدف من داك لا ديليفي بخومي اللي درنا هو لقى تي شابو شحال كتساوي، هو لقى تي شابو حيت غنخدم بها من بعد. دونك فهداك لا ديليفي اللي كنديروها راه كنديرو كتساوي صفة اوبليجي باش كنخرجوها كالمعادلة صافي. ولا ديريفير دو بالكم، انا عطيتكم العلاقه ترجعوا للفيديو الاول راكم غادي تلقاوهم باش تعرفوا كيفاش خدمت دوك لي ديريفي. تبعوا غير هادشي اللي كنقول، ما تزيدوا عليه ما تنقصوا. دونك كوريسبو، واللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي في لي كومونتير، انا كنوعدكم الا ما فهمتوش نقدر نزيدكم فونكسيون اخرى ونخدم لكم عليها باش تزيدوا تفهموا مزيان. فهمتوا مزيان؟ دونك شنو غادي ندير دابا؟ نخرج تي كي غادي ندير لها. دونك دابا هاد بلوس انا غدانا بموا، يعني غادي ندير ناقص 4 ان تي او كاري كتساوي ناقص لاسون اكس اي فوا تي، والناقص مع الناقص كتمشي، يعني كوريسبو كتولي 4 ان تي او كاري كتساوي لاسون اكس اي فوا تي. سي سا. ودابا هنايا من درت هاد الجداء يمكن لي هنا مثلا نعمل بالتي، هنايا نقدر نفنقها، يعني ندير تي فوا تي ولا نجي نخليها 4 ان هنا، يعني ندير 4 ان هنايا est égal هي لا سوم اكس اي فوا تي سور تي او كار. يعني هنا شنو درت؟ فقط هاد تي او كار قسمتها، يعني هنا كانت جداء هنا رديتها عاله، يعني منين رديتها هنا ولات عاله. الا بغيت نطلعها نضا بلاصتها كتولي جداء هنا، كنبقى هنايا فوا سي سا. اذا منين درت هادي غنختزل هنا تي مع تي، وبقات تي وحده، يعني كوريسبون 4 ان est égal à quoi هي لا سوم ديال اكس اي سور تي. إذا 4 ال لقيناها هي لا سوم ديال اكس اي سور تي. وانا شنو بغيت نلقى؟ بغيت نلقى تي. اذا انا نرجع هذه اللي هنايا غادي نقول كوريسبون لا سوم اكس اي سور تي كتساوي 4 ان، فقط قلبت هذا. دابا انا بغيت تي، شنو غادي ندير؟ يعني غادي نقبض وغادي نضرب هذا، يعني ندير لا سوم ديال اكس اي كتساوي 4 ان فوا تي. سي سا. يعني غادي ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني لا سوم اكس اي هاد 4 ان سور ان، يعني هي لا سوم اكس اي فوا ان هي لا سوم اكس اي ايت ايكال 4 ان فوا تي. سي سا. وغادي نلقى تي. اذا تي شنو هي؟ هي لا سوم اكس اي سور 4 فوا ان، هي لا سوم اكس اي سور 4 فوا ان. اذا كوريسبون تي اللي هي نسميها تي شابو ليستيماسيون ديالها كتساوي شحال؟ هي لا سوم ديال اكس اي سير هنا جداء، يعني الا بقيت انا تولي عاله، غادي تولي على 4 ان. سي سا. اذا دابا هادي نقدر نقسمها، صافي دير جداء، يعني لا سوم اكس اي سور 4 ان هي 1 على 4 فوا لا سوم ديال اكس اي سور ان. شنو العلاقه ديال لا سوم اكس اي سور ان؟ هي اكس بار، وديجا انا عطيتها لكم في العلاقات في الشونتيناج في الاول في لي شابيتر الاولى، لا مويا اريتميتيك اكس بار هي لا سوم اكس اي سور ان، ولا سوم اكس اي سور ان هي اكس بار، يعني 1 على 4 في اكس بار هي اكس بار على 4.